والمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا. إذن ما الذي يريد الداخل الإسرائيلي بني غانتس أم بنيامين نتنياهو بالرغم أن الفارق يعتبر 1% فقط حسب آخر استطلاع للرأي؟ بالفعل، ولربما هنالك تباين في أعداد المقاعد داخل الكنيس الإسرائيلي في حال ذهبت إسرائيل إلى الانتخابات. في كل جمعة يكون هنالك استطلاع رأي تجريه صحيفة معاريف الإسرائيلية، هذا استطلاع أسبوعي وإن لم يكن يغطي أعداد كبيرة من الإسرائيليين، ولكن يمكن القراءة منه ما لا يمكن قراءته مما يتداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية. الأسبوع الماضي كان بنيامين نتنياهو يتفوق على بني غانتس في حزبه، أقصد في ذلك ليس كشخص ولكن في هذا الحزب، كان يتفوق عليه في مقعد واحد داخل الكنيسة الإسرائيلي. اليوم عادت هذه الأمور إلى التساوي، وحينما سئلوا المستطلع آرائهم من الأنسب لإدارة شؤون البلاد أو لرئاسة الوزراء ولرئاسة الحكومة، كان بني غانتس قد تفوق على بنيامين نتنياهو، أي أن الأمور عادت إلى مجراها في استطلاعات الرأي السابقة. ولكن بنيامين نتنياهو كان قد تفوق على لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي وبفارق كبير، ليس كحال بني غانتس، وهذا يدلل بأن الثقل السياسي الذي يحمله لبيد اليوم ليس بالكافي، ولربما هذا نستشفه من خلال مشاركته في التظاهرات التي بدأها عوائل المحتجزين والمعارضة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم، ولربما لم تشكل ضغطا كافيا على الحكومة الإسرائيلية للقبول في صفقة التبادل، وهذا يتماهى مع استطلاع الرأي الأخير، والذي يرى وترى إسرائيل والشعب الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو يناسب الحكومة الإسرائيلية أكثر من لبيد. ولكن كان هنالك مفاجأة اليوم في هذا الاستطلاع ومغايرة للأسابيع الماضية، ونتحدث عن بنت. إذا ما عاد للواجهة السياسية فإنه سيحسم موضوع يعني رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو سيتفوق على بنيامين نتنياهو وعلى بني غانتس أيضا وعلى لبيد، أي أن الورقة الرابحة اليوم بنت. في حال كان هنالك ائتلاف مع المعارضة الإسرائيلية، المعارضة ككل، وأقصد بذلك سواء بني غانتس أو حتى لبيد، ستحصل على 63 مقعد إسرائيلي داخل الكنيسة الإسرائيلية، وهي الأعداد التي تمكنها من حسم إدارة البلاد. القانون الإسرائيلي ينص على أنه يجب على الحزب الحاكم أن يحصل على 61 مقعد. اليوم نتحدث إذا دخل بنت مع المعارضة الإسرائيلية سيكون هنالك حصوله على 63 مقعد، في حال ذلك سيكون هنالك تدهور في الأعداد المقاعد التي تحصل عليها اليمين أو الائتلاف الحكومي الحاكم حاليا. أما إذا انسحب بنت وكان قد خرج كحزب منفصل، هذا يعني أن المعارضة ستخسر العديد من الأصوات. الآن هي تمتلك 59 صوت ومقعد في الكنيسة الإسرائيلي، إذا ما انسحب بنت من هذا الائتلاف المعارضة الإسرائيلية فقط ستحصل على 40 مقعد، وبهذا تتفوق ويتفوق الائتلاف الحكومي على المعارضة الإسرائيلية، ويبقى بنيامين نتنياهو في حكمه. ولربما هذه هي الأمال المعلقة لبنيامين نتنياهو والمتمثلة في إمادة هذه الحرب لكسب مزيد من الوقت لمصالح سياسية استراتيجية أيديولوجية وشخصية لذاته وللبقاء في إدارة حكم البلاد. بالنسبة لو انتقلنا إلى المواطن الإسرائيلي، ما الذي يريد حاليا المواطن الإسرائيلي؟ هل المواطن الإسرائيلي سائم من هذه الحرب ويريد أن تعود حياته مرة أخرى لما كانت عليه من قبل، أم له أجندة مختلفة؟ هناك العديد من وجهات النظر الإسرائيلية. دعينا نجمع أن هذه الحكومة هي الوجه الحقيقي لهذا الشعب الإسرائيلي كما يسمى، وهي مزيد من التعطش للدماء، مزيد من العنصرية والتطرف، وهذا واضح حتى في التظاهرات التي تنادي بضرورة وقف الحرب وإتمام صفقة التبادل. تقول ويقول لسان حال عائلات المحتجزين أو حتى المشاركين في هذه التظاهرات بأنه يجب وقف الحرب للإفراج عن المحتجزين ومن ثم القيام في عمليات عسكرية، أي أن عندما تعنون وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبارها بأن أغلبية مطلقة للشارع الإسرائيلي تنادي بوقف الحرب،
ليس هذا بشكل دائم، وإنما وقف الحرب للإفراج عن المحتجزين واستمرار العمليات العسكرية، وهذا ليس حصرا وقصرا فقط على قطاع غزة بل شمال الضفة الغربية والقدس التي لم تكن بمنأى وبمعزل. وهذا يتوافق مع ما نشرته صحيفة دعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم بأن رئيس الشباك كان قد أبلغ بنيامين نتنياهو بحضور السكرتير العسكري الإسرائيلي حينها على خلفية ما يسمى إصلاح النظام القضائي، كان قد توقع بأن يكون هنالك حرب مع حزب الله وبأن الحرب مع حزب الله سيفتح جبهات مختلفة منها وأولها ستكون جبهة الضفة الغربية، ولكن دون الحديث عن جبهة قطاع غزة. ولكن كان هنالك تحذيرات بأن هنالك الأمور بسبب الضغوطات والعراقيل الإسرائيلية تؤول إلى انفجار الأوضاع وفتح جبهات مختلفة، وهذا ما أبلغ فيه أيضا رئيس الشباك زعيم المعارضة الإسرائيلي. لماذا كشف النقاب عن هذه المعلومات اليوم؟ لأن لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي كان قد أدلى في هذه التصريحات أثناء التحقيقات فيما حدث في 7 أكتوبر، وكعادة بنيامين نتنياهو يتنصل من كل المسؤوليات ويحاول إلقاء اللوم على المنظومة العسكرية والأمنية وبأن المستوى السياسي لم يكن يعلم بأي تحركات لحركة حماس أو بأي نية لتوسيع وشن الحرب أو 7 أكتوبر. لذلك أيضا ردا على بيان مكتب نتنياهو الذي ذكرته قبل قليل في الخبر، أيضا مكتب الشباك الإسرائيلي قال بأنه لن يوضح أكثر وبأن هذه أمور داخلية تفصيلية، عادة ما يخبر جانب الأمن أي الشباك الإسرائيلي وجهاز هذه الوحدة المستوى السياسي بالمعطيات التي تتوفر لديه، وكأن هذه التلاسنات وهذه التراشقات الإعلامية مستمرة بين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري الذي يحاول كل منهم إلقاء ظلال هذا الفشل على الجانب الآخر. تراشقات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، هذا ما سأنتهي به معك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.